صباح الخير مشاهدي الام تي في، صار وقت الكوكينج واليوم معنا شيف كارين. صباح الخير. صباح الخير. صباح. تبع لك هالوقفه هيك مغير علينا شوي. ايه لانه وقفه حاسه حالي بالمطبخ. انا بس اقعد ما بحب، بحب اوقف لانه بتحرك. صح حلو التغيير على كل حال. اليوم الصبح انا وعم بعت الانجريديان، لما واحد بيشوف الانجريديان بيقول بان دو مي، كراب، كبيس، كابر، سمك سلمون المدخن، يعني سومو فيمي. صح. بيرجع صوص كوكتيل، شو بتفكري؟ إيه. بتفكري انه عم تعملي ترتين، بس ترتين فخمه هيدا انه غير شكل. معك حق، بس قلت بعدين صرت اتساءل ليه سميته جاتو وسومو؟ لانه رح يصير جاتو. لانه رح يصير جاتو. وهلا انا شفت قلب الجاتو. رح نعمل فيه. فوالا هون مزبوط. دونك رح فسر لك. ايه الشغله كثير مهمه. أكيد. وبعدين هيئتها هينه 100%. انا اللي رح اقوله يوم ليه نقيت شابيان في، يعني إيه؟ حلو هيك واحد اذا عمل مثلا تشيز اند واين وهيك 100%. انا مثل اي مره اليوم تشتغل. صح. بده يدقوا لاصحابها انه جايين ياكلوا عندها او ياخذوا كيس اخر تكه. اخر تكه. عن جد فكرت بهيك. هلا كلنا يعني انا بطبخ كلنا اكيد بطبخ. ما بعمل اشياء كثير صعبه، ولكن بطبخ رز على دجاج، بطبخ كلنا. بطبخ اشياء كمان اكزوتيك بالكسكس وهيك. بس إيه؟ فكرت اليوم انه انا ماني شاف اليوم، يمكن على التلفزيون راح اجي اعرف اتلبك يمكن. برافو عليك. قلت انا بدي اعمل شيء اول شيء هين، ثاني شيء كثير غني، وثالث شيء اوريجينال، لانه رح يشوفوا المشاهدين كيف وقتها يخلص البرزنتاسيون رح تكون حلوة. كثير حلوه وكثير مهضومه. وانا بحب ما عندي شك، لانه بس تشوفي هول الانجريديان تقريبا كل اللي بيحبوا سومو فيمي بحبون. مزبوط. ما هيك؟ مزبوط. يعني اليوم اللي ما بحب السومو فيمي او الكراب، يعني تو سكي فري دو مير، ما رح يحب هيدي. بس في يعملها للناس، لانه ما بتجي اذا بدك تطبخي بتعملي شيء فيجيتيريان هيك من رد الكل. برافو عليك. طيب انا رح نبلش. اول شيء رح اخذ هون في كفوف اذا بدك. اكيد. دونك اول شيء مثل ما بتصوري عطيتوا الانجريديان للمشاهدين. صح. شيفون قطع على الهواء. شيفون قطع على الهواء. دونك هينين الباندمي. ليه عندك ليه نقيت البراون؟ لانه بيروح اكثر مع. ليش مش الابيض؟ ايه لانه بيروح اكثر مع السمو. سمو توجور. بس يعني اذا في ناس بدهم اذا ما بيحبوا البراون اكيد فيهم يعملوا مع باندمي براون، بس اون جينيرال سمو بيكلو افيك باندمي. ايه جو سي. براون. كابك وبراون. صح. انا بطبخ بالبيت بلا كفوف. هلا احس حالي هيك دكتوره بالطبخ. مش عم مش عم نزبط. ها زبطت؟ زبطت. فوالا في الضفير. فوالا كمان. يا رح يبقى شيء برا. طيب على كل حال، دونك بيكون عندنا البان دو مي بنجيبه، ولازم اكيد هيدا سيجل ولا بان كومبلي؟ لا بان كومبلي اون جينيرال. هلا اوكي. هو هون لانه ديجا انا نطفين هيك مظبطين البان من قص البورتور، لانه على طول البورتور بيكون قاسي. دونك هيدا الشيء ما بدنا اياه. اوكي. بنقصه بهالطريقه. بهالطريقه او فيك تقصيهم كلهم من فوق لتحت اهون لك. ايه هيك بيطلعوا بسرعه. كم انه هيك قصدي؟ ايه كمان، بس انه انا معوده. ايه تقصيه. هلا علمتك شغله. اهون لك. بلكي انا لا لايكي قد ما قاسي هيدا سي فاسيل. ها بنشيل دغري اوتوماتيكمون. ايدي تري دور. طيب على كل حال بهالطريقه نحن كل الباندومي حسب كمان قالب الجاتو اللي عندنا اياه، فينا يكون وسط، في يكون صغير، في يكون كبير. بس بدنا نقول للمشاهدين انه ما يكون اكثر، يعني اون لارجور اون ديامتر مش مهم، بس اون اوتور ما لازم يكون كثير عالي، لانه تيقدروا يقلبوا. اوكي اوكي. يعني العلو ما لازم يكون كثير عالي. مزبوط. اوكي. لكن بهالطريقه نحن بنقص، انا رح اقص بعد وحده، ولكن محضرين نحن تما ناخذ كل الوقت عم نقص. اصلا بس نشتري البان دو مي لازم يكون مقصوص، لانه اذا نحن بدنا نقصقصهم 100% ما بيطلعوا زيت الحجم وما بيطلعوا قد بعض، لازم يكونوا هيك يعني. في بالكيس موجود وين ما كان، حتى بالسوبر ماركت او باي. البراون ما بتلاقيه دائما
موجود خاصة هيدا البراون بتلاقي ملتي سيريال، ملتي سيريال بفرفت مزبوط بس تقصيه هيدا ما بيطلع قاسي مزبوط دونك هيدا من الفرن صح بكون سبيسياليزي. دونك نحن رح ناخذ البان دو مي اللي ديجا قصيناه تنحطه نحن بنحضر لأنه ما عندنا وقت اوكي لكن رح كيف تعنيون؟ هيك على بهالطريقة بهالطريقة هلا اكيد هو مفروض وافضل يكون ال يعني المول اجاتو اوسع من تحت ولكن بنعمل بهيك يا با دو بروبليم يعني انت بتعمليه مول مع مع يكون مفقود هلا فيك تعملي يا با دو بروبليم انك فيك تعمليه حتى بمول ريكتانجولير اوكي كمان هولي تبعوا لي الكيك تبعوا لي الكيك العادي ميل بس هيدا نقيته لانه بيطلع موديله احلى صح بس بالطويل احسن تحطي الخبز تصفصيهم يعني تاخذي الاقياس وبتصيري تصفي وحده فوق الثانيه مظبوط وكمان بتطلع يمكن حلوه كمان ولا طلع بلي جربها يلا كثير تنشوف لازم وبدقي لي بدقي لي معك لا انا كثير بحب السومون بحب الكراب يعني يعني لو ميلونج لو ميلونج بحب الصوص كوكتيل ماني كثير صحبه بس جو توليغ يعني هلا انه هيدي بتاكلي شقفه صغيره ما فيك تاكلي مزبوط هيدا اللي بدي اقوله انه هلا بتشوفي وقت نقطعه وقت نقلبه نقطعه بيطلع لكل واحد شقفه وبتصور بتكفي اكيد كافيه يعني انا اذا واحد عامل كيس اذا عامل السالمون كيك من سلاد وجات جبنه جبنه عم كيك كيس يعني بتصور كفو اوكي اول كوش باول طريقه هلا بدنا نحضر بدنا نحضر اكيد الصوص اوكي اللي بدها تنحط تحتها انت بعد بدك تعوزي للخبز اكيد لانه نحن عندنا اون كوش بان دو مي نرجع بنزيد كوش اكيد الميلانج اللي رح نعمله هلا الكوكتيل صوص كوكتيل اكيد مع عده اشياء وبنرجع بنحط كوش ثاني باندومي وبيرجع كوش كمان صوص بيرجع يخش الباندومي دونك على طول في ثلاثه كوش باندومي ودو كوش الصوص كوكتيل هيدا مش اكثر من هيك ومش اقل من ما هيك ما بتحطي شيء توتوتور لبس نبرمها كلينك فيلم او شيء لبس نبرمها تطلع يطلع القالب مزبوط ولا بلا. لا بلا 100% بينحط كلينك فيلم وقتها تطلع تكون اهين فينا يعني انا بنصح كمان المشاهدين انت بتحطي خاصه اذا اول مره ليكي انا لانه مش اول مره بعملها صرت اعرف اعملها بس أوكي. مزبوط احيانا تحطي كليك فيلم وقتها تبرميها تضلها بعدين تشيلي الكوش صح مزبوط اوكي صح. مشاهدينا رح ناخذ سوا بريك وبنرجع لكم مع كارين بستانين يوم شفنا شفتنا بولدان واتوتالغ بمناسبة اختتام سنة مارمارون اليوبيلية وبرعاية غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير تنظم رابطة كاريتاس لبنان ريسيتالا خاصا تقدمه الأخت ماري كيروز ترافقها الأوركسترا اللبنانية الفيلارمونية بقيادة البروفيسور وليد غنمية الأربعاء 9 شباط 2011 الساعة 8:30 مساء في كنيسة القديس يوسف في الجامعة اليسوعية الأشرفية كل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر او الرقبه الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم ريفلكس كريم واصل لعندكم على البيت ب $45 من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55 ولكافة البلدان العربية على الأرقام التالية خلال 10 سنين نسبة السمنة بلبنان فيك تقول ضربت باثنين بلش دايب جمهورنا طلع 72 كيلو 7 كيلو موزعين عليكم كلكم بيشبهوا بعض بكل شيء بس دمكم هلا صار مختلف هذا كله فات كل وحده مثل هيدي قد ايه بدك تركض تتحرم لازم ياكل اكثر من 2 جرام ترانس فات هدول قلل